متابعي قناه اسوس ويد منى، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد، وكنتمنى دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لا فيديو ديال اليوم غتكون في محل الرميساء شوب، المحل اللي صورت لكم فيه اول مره وكنلقى يعني استحسان ديال بزاف ديال المتابعات، ودابا جينا عندهم للمره الثانيه باش نصور لكم تشكيله جديده موجوده لكم اختي كوثر. فريمون محل روعه، كيف ما كيبان لكم عندهم عبايات، عندهم كسيوات، عندهم لباس شرعي، عندهم مخاوير. المحل اللي كيبعت في كازا وفي جميع مدن المغرب. بالنسبه للناس ديال المحل غنحاول نخلي لكم في الاخر ديال الفيديو، هما كيجيو في قصريه باب الخير سيدي معروف بمدينه الدار البيضاء ان شاء الله. يعني النات بالتفصيل وامتى كيسدوا التوقيت كلشي غنشوفوه مع الاخت كوثر. المهم انايا صراحه صطات تشكيله جديده غندير لكم حتى بهاد لافوب. شوفوا ما شاء الله كي دايره، شوفوا التيسي، شوفوا الخدمه، شوفوا الخدمه ما شاء الله، وفيه القياسات وفيه اللوينات، شوفوا كيفاش كيجي داير روعه 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 روعه. البنات وغير الاشاره راه فيه حتى الحزام، يعني دابا انا دايره الحزام، الا بغيتو مازال انكم هانتوما شوفوا يعني تطلقوه اكثر. شوفوا معايا البنات بغيت شي الحزيه مثلا انا كيتشديه مثلا جن، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير، شوفوا معايا لافو، عطيوني الراي ديالكم في التعاليق. شوفوا اليوم خدمت مال كامل اختي كوثر. شوفوا معايا غير انا كنفضل صراحه اللور، جاني عجبني اللور، شوفوا الزيكزاك، شوف 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 يعني مثلا مناسبه مثلا شي مثلا شي عرضه في الدار شي، شوفوا كيفاش كتجي دايره. كاين السيدات اللي يقدروا يخرجوا به، كتجي روعه عرفتي بحال ما لابسه والو غير الاشاره لابسه في كل الحوايج. ان شاء الله غنوريكم اللوينات ديالها، بقاو معايا. وها هما اللوينات، وها هي الاخت كوثر معانا. تبارك الله عليك، مرحبا بكم في القناه ديال اسيس ويد منى، ومرحبا بكم في محل الرميساء شوب. تبارك الله عليك. المحل غير الاشاره راه بدلات المحل، هذا محل ثاني في نفس القصريه ديال باب الخير، غير هي جات دابا مع دخلت الباب مع تكون فين تلفوا. انا ان شاء الله كي قلت لكم في الاخر ديال الفيديو غندير لكم واحد النعت بسيط. بالنسبه لهاد لاغوب، غوب عبايه انا غنسميها غوب عبايه روعه، بعدا الثوب تبارك الله عليك، الثوب خطير ديالها زوين، وفيها واحد التنوع ديال الالوان اللي هو تبارك الله حتى هو زوين. قلتي لي قبل التصوير قلتي لي حرصت في هذه التشكيله ان ما يكونش الاسود بزاف تحت طلب المتابعات، لان تبارك الله كتقرا التعاليق وكتحاول دير بداك الشيء اللي طلبتوا ليه. ففي هاد لا كوليكسيون جبتي لهم اللوينات، زعمتي شويه على الالوان. ان شاء الله كاين معنا هذا اللون هذا اللي كيقولوا ليه الكاشيري. الكاشيري فوالا تبارك الله حتى هو زوين. ياك هذا ماشي هو اللي لابسه انايا، انا لابسه انا لابسه الغوز نيود، انا لابسه الغوز نيود. ها انتم هذا كيف ما كيبان لكم الكاشيري اولا كي تنقولوا لا كولور مورتاديل، فوالا لا كولور مورتاديل. شوفوا معايا نوار، نوار سيد الالوان بيان سور. كاين الموف، شوفوا معايا هذا موف اوبيرجين، داك الموف المغلوق. شوفوا معايا واو هذا اللون شحال واعر، شوفوا البنات حتى الكري. هانتوما نوريكم هنا ثاني لي ديتاي، شفتوا كيجي فيها هذوك بحال التكراش مخطط منها من الثوب. تبارك الله عليك. الشوري هنايا وراه فيها لي طاي، لي طاي ديالها راه كيبداو من الاكس ال حتى ال 4 اكس ال حتى 4 اكس ال. تبارك الله. ماشي واحد القضيه، الناس اللي عندهم لي طاي كبار بزاف يعني 6 اكس ال 5 اكس ال 7 اكس ال كتجي سوغ كوموند، يعني كتكومونديها وكنجيب اي موديل عجبك عندي في الرميساء شوب كنجيب لك لي طاي. تبارك الله عليك، يعني الكرون طاي سوغ كوموند. سوغ كوموند تبارك الله عليك. باقي شي لوين اخر فيها؟ تقريبا فيها شي خمسه لوينات جو بونس تقريبا. فوالا واش كتجي بالفولا ولا سون فولا ولا بالشال زعما سون فولا؟ فوالا والثمن؟ والثمن ديالها كيبقى ب 400 درهم 400 درهم. ولا اللي لاحظتوا ماشي دوك الموديلات اللي تنقولوا حنايا اللي مطليين اللي كتلقايهم فين ما مشيتي. الحمد لله حنا كنحرصوا على اننا نجيبوا لكم شي موديلات اللي ما كاينينش كاع في المغرب، يعني حنا كنجيبوا من مصر من السعوديه من الامارات ومن تركيا، وكنحرصوا على نجيب لكم موديلات اللي ما كاينينش وكنجيبوا منهم واحد الكونتيتي قليله، يعني الا سالات راه كندخلوا الجديد. تبارك الله عليك. نجيبوا نفس الموديل. وبالنسبه للطريقه ديال يعني التعامل مع لي كابتشور، فوالا مع لي كليون كيف كنا غير لي كابتشور دو كرون في الواتساب، وحنا كنجمعوا لكم لا كوموند ديالكم كنصيفطوها لكم كتليفرا من 24 حتى 48 ساعه كتليفرا لكم، ملي كتوصلكم عاد كتخلصوا. تبارك الله عليك، يعني الدفع عند الاستلام. الدفع عند الاستلام. تبارك الله عليك. في المغرب. تبارك الله عليك. حتى لا ليفغيزون خارج المغرب، وكاين الدفع في الاستلام بالناس الناس اللي ساكنين في السعوديه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. بالنسبه لو جور دروبو انت ما كتكونيش، الناس اللي ما اللي بغاو يجيو عندك المحل عطيني تقريبا التوقيت. ما كنكونوش غير الجمعه الصباح صافي، ولي كنحلو مع الثلاثه من مراسله ديال الجمعه. من مراسله مع الثلاثه تقريبا كنحلو، اما الايام الاخرى فكنحلو مع 11 ديال الصباح وكنبقاو حالين حتى ل 10 الليل. تبارك الله. الموديل الثاني هذا كود كور حمقني، شوفوا شوفوا هذا بحال الجلباب ياك اختي كوثر، بحال الجلباب وجايه سبور سبور كتحمق، راه كتجي البنات كولوفيسي، غير انا على حساب بنايا ما كنبانش، هانتوما كتجي كولوفيسي، كتجي بهاد لي ديتاي كيف ما كيبان لكم بالبيج، هي راه متوفره في لون واحد فقط، وغير الاشاره او فيها ثلاثه ديال القطع فقط اللي من نصيبها. شوفوا البنات كيفاش كيجي داير، بالحزام، بالسنيسله من الفوق حتى للتحت، وشوفوا معايا الطول ديالها، شوفوا شحال طويله ما شاء الله، شفتوا؟ بقاو
فيها ثلاثه ديال القطع، بقاو فيها جوج ديال الدوبل اكس ال وحده اكس ال. قلت لكم توفرها في اللون الاسود فقط، وحيت بقاو فيها غير ثلاثه القطع تيكاوتر درت تخفيض. هذاك الشيء اللي كان شحال غتبقى؟ شحال كانت بدا؟ كانت في لي فيديو اللي قدام كانت ب 700 درهم، وان شاء الله اليوم غادي نخليوها ب 500 درهم. 500 درهم، شوف روعه، تلبسيه صيف وشتا، واعر واعر، ولا كوبرا كتبان لكم، وبالحزام تقدري ديري هكا، تقدري ديري القدام، تقدري تخليه مطلق كيف ما بغيتي، 500 درهم في العوض ديال 700 درهم حيت تلقاو فيها ثلاثة ديال القطع، ونتاقوا الموديل الثالث. موديل آخر، هذه المرة عباية كيف ما كيبان لكم، شوفوا كيفاش كتجي دايرة، صراحة الذوق ديال اختي كوثر لا يعلى عليه. بارك الله فيك. حيت هي عباية ولكن كتبان لك شيك، ماشي دوك العبايات اللي عندنا عليهم فكرة، كتبان لك شيك، لا كوب ديالها خطيرة جدا، هذه ما فيهاش السلسلة، كتلبس بحال هكا، شوفوا معايا لابغودري، كتجي كلها لابغودري من هنايا، فيها بحال الحجيرات في النوار، فوالا، تشوف شي حاجة فنة، وشوفوا معايا الطول ديالها، بالنسبة للطلة كتجي طويلة. بالنسبة للي طاي متوفرين فيها. هذه لي طاي كيبداو من الإكس إل حتى ال 5 إكس إل. حتى ال 5 إكس إل ما شاء الله، كيف ما قالت لكم أختي كوثر في الأول ديال الفيديو، يعني اللي كتلبس 6 يعني كتلبس 7 إكس إل، وعجبها هذا الموديل سيغ كوموند، يعني غير تكوموندوه وغتوفروا ليها. وبالنسبة للبخي شحال غتبقى؟ هذه لو بخي ديالها إن شاء الله غادي يبقى ب 450 درهم. فنة 450 درهم، كتجيب هذا الحزيم بحال هكا، ممكن تخليه، ممكن تحزمي به تخليه، يعني كديكور تحيديه كاع كيف ما بغيتي. شوف ما نقولش لكم، الناس اللي مجربين السلعه ديال اختي كوثر راه يعرفوا علاش كندوي. والثمن كيف ما سبق وذكرت 450 درهم هاد الناس، واكبر طاي هي 5 اكس ال. 5 اكس معايا الموديل الرابع، ياك الرابع؟ الرابع. هذا كتجي بحال شوميز غوب، كتجي طويله، هذه الخدمه ديال تولي جو، كتجي كتحمق ولا زوين، ان فيها اللوينات. شوفوا معايا هاد لي بوطو اللي كيجيو فيها، انا غادي نقرب، شوفوا معايا لي بوطو، كتجي حتى لتحت ما شاء الله، هانتوما شوفوا الطول، باش تعرفوا انها ماشي شي حاجه اللي قصيصره، يعني طويله، كتجي سامب، التوب ديالها خيط ياك؟ لا هذاك خيط. خيط؟ كتحس به خفيف بحال الخيط. لا تبارك الله، راه مبرد وزوين، يعني واحد النوعيه ديال الخيط اللي هي زوينه تبارك الله. بالنسبه للمصدر هذه منين هذه؟ هذه ديال مصر. ديال مصر، واعره، كتجي فيها هاد التكراش من هنايا، الكميمات راه كيبانوا لكم بوفون، وكيجي فيها التكراش من هنايا، وهي الى تخي سامب، ما فيها لا زواق لا حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد لي بوطو راه ديكوغاتيف، راه ما كيتحلوش، يعني غير الفوق فقط اللي كيتحل. موديل روعه خاتيك ديال تولي جو وان دي موديل. انا دايره معاه واحد لو شال صراحه حمقني، شوفوا معايا التيسيو، شوفوا معايا التيسيو، غنوريكم اللوينات اللي فيه وغنوريكم العرض، حيت ماشي بحال دوك لي شال اولا لي فولاغ ديال الكريب اللي كنلقاو. شوفوا معايا بعدا اللوينات اللي متوفرين فيه قبل ما ندوزو للموديل، ها انتم شوفوا معايا لي كولور، عندنا الموف، عندنا البيج، عندنا الفيغ او، عندنا النوار، عندنا هاد لا كولور غادي بحال الغوز مورتادل، عندنا هاد المارون روج بريك، وعندنا لو جون موطاط. دابا غادي نوريكم الحجم ديالهم قداش، علاش كنقول لكم ماشي بحال دوك اللي كتلقاو. شوفوا ما شاء الله، يعني السيدات اللي كيديروا النقاب مثلا كيبغوا بحال هاد لي شال، حتى اللي كيديروا الخمار. شفتوا؟ فوالا، النقاب ماشي هو الخمار. لا، النقاب هو اللي كيغطي الوجه، اما الخمار فهو اللي كيكون كيجي طويل وكيغطي الصدر. المهم هي دابا شرحت لي الفرق، شفتوا قداش؟ شوف يعني الطول والعرض كيف ما كيبان لكم، وفيهم اللوينات. وبالنسبه للثمن ديالهم هادو؟ الثمن ديالهم ان شاء الله غادي يبقاو ب 70 درهم. 70 درهم. وللاشاره اختي منى، هادو راه ماشي كاينين في المغرب تقلدوا بنفس الطريقه، ولكن هادو راه ديال مصر، وشي حاجه كاليتي لا ديال التيسو لا ديال الفينيسو كلها زوينه. كاينين هي طوال. اي طوال. هادو البنات راه كيجيو كاري وكبار. مختلفين حتى في الثوب. تماما، حيت الثوب انا نقرب لكم شوفوا التويب كي داير. شفتوا؟ وبالنسبه لهذا الموديل، هذا القياسات اللي فيه، هذا القياسات اللي فيه كيبداو من الاكس ال حتى ال 4 اكس ال 4 اكس ال. هانتوما بالنسبه للوينات كاين هذا لو فير، واللي زوين ان كل لبسه ممكن تاخذي ليها لو شال ديالها ولا الفولار ديالها. ليكم كاين لو فير، عندنا لو بوردو، ديروا البنات لي كابتور ديكرون اللون اللي بغيتو، لارسال المرتبه الاخرى في كازور جميع مدن المغرب، والرقم راه كيبان لكم على الشاشه. عندنا لو نوار، شوفوا معايا لو نوار ديالها، توب واعر البنات، توب واعر. عندنا هاد لا كولور هادي ترابيه، شوفوا معايا شحال واعره، شوفوا 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 الخدمه كتحمق، شوفوا من لونيز باش تشوفوها، لي تري سامبل، بنا فيه حتى 4 اكس ال. عندنا فيغ كانار، شفتوا؟ عندنا لو كري ديالها، يعني اللوينات واعرين. بالنسبه للبخي الثمن شحال غتبقى؟ هادي ان شاء الله غادي تبقى ب 400 درهم، 400 درهم. او بالنسبه للناس اللي غادي ياخذوها مع الفولاغ غادي يبقاو بجوج ب 450، يعني غتحيد لهم 11 غيميز. تبارك الله عليك. يلاه البنات لا جامو البارطاج، وندوزو للموديل. دابا جا الدور ديال لي مانكان ديالنا، هما اللي غيقيسوا لينا لي زارتيكل. كيف ما كيبان لكم كاين ثلاثه ديال لي موديل، غنبداو بالموديل الاول ديال العبايه، هذه كيف ما كيبان لكم، شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره. ها انتوما شوفوا معايا الديزاين، انا في الاول صراحه كنسحب هنا السلسله، هي غير خياطه دايزه وكتجي كاشي،
بهذا الثوب هذا. شوفوا ديزاين واعر صراحه، كول في كيجي فيها الخدمه من هذه الجهه والخدمه من هذه الجهه، وهنا وهنا سامبل، والخدمه ايضا حتى من ليديدات. هانتوما شوف بالنسبه للثوب انا كيجيني ميلونج ما بين الكريب والحرير، هذا الثوب باش معروفين العبايات، باش معروفين العبايات فوالا. بالنسبه لهذا لو موديل فيه هذه الزواقه، ما فيهش اللوان، فيه هذه الزواقه هذه وفيه هذه الزواقه هذه. شوف كتجي على شكل ورقه ديال الشجر، كتجي بالطرز وبالبيرلاج من هنايا، هانتوما من هنا من ليديدات بجوج، ومن التحت كيبقى سامبل. كتجيب الحزام ديالها، نتوما ما نقولش لكم كيجي طايح كليماتيزي. وبالنسبه لي طاي، لي طاي فيها من الاكس ال حتى ل5 اكس ال، حتى ل5 اكس ال جوج ديال الشكيلات اللي متوفرين فيها. وبالنسبه للثمن، وبالنسبه للثمن ديالها ان شاء الله كانت ب 500 درهم، واليوم غتكون بروموسيون ب 400 درهم 400 درهم. شفنا الموديل الاول قلنا الثمن ديالو 400 درهم. نشوفوا هذا، هانتوما نوريكم بعدا المايكا. هانتوما شوفوا هذا كاين جوج ديال القطع، فيه جوج ديال القطع. هانتوما القطعه الاولى كتجي سون مونش بحال هكا، توب كريب رائع جدا، كتجي تري سامبل، والقطعه الفوقانيه اللي كتجي فيها الخدمه كيجي فيها جوج ديال لي بوند كيف ما كيبان لكم من الفوق حتى لتحت. ليديدات شوفوا كيجيو على هذا الشكل فوالا، بالحزام بالحزام ديالها، وشوفوا الطول ديالها. هانتوما هذه لبيسه زوينه انيقه بالنسبه ليا انا، وفيها اللوينات بالنسبه لهاد القطعة، فيها لو بلون مع البلو. هذه الثانيه فيها واحد لو ديتاي زوين ديال الفريفرات اللي ما كاينش هنا، شي شحال زوين. ها نتوما شوف شوف شحال غزال، شوف هنا كاين الفريفرات، هنايا ما كاينش، كيجي سامبل صراحه زوين. هذا قلنا نواغي بلون، هنا نواغ مع لا كولور غوز، شوفوا معايا غوز مورتاديل، توب راه كيبان لكم كيف ما قلت لكم كريب فوالا. وللاشاره فيها السنيسله من اللور، القطعه التحتانيه فيها السنيسله من اللور. عندنا هنايا لو بلو مع النواغ، الاولى شفنا الابيض مع الزرق، هذه فيها النواغ مع الزرق. ها نتوما شوفوا ها السنيسله اللي قلت لكم، تبارك الله عليك. باقي فيها شي لوين اخر؟ كاين فيها لو بيج مع الابيض. ها نتوما البيسه زوينه صراحه، ما كرهتش انا نقيس لكم كل شيء، ولكن مع الصاد ما نقيس داكشي اللي قدرت عليه. الباج كاينين فيه جوج، كاين هذا الباج كريمي وكاين الباج اللي باج شوفوا معايا هذه لا كولور الثانيه، يعني واش بغيتي هذا لو بيج المغلوق شوفوا معايا، ولا هذا لو بيج. انتما كاين جوج ديال الدرجات، انا غنقرب لكم باش يبان لكم. شفتوا جوج ديال لي بيج، تبارك الله عليك. بالنسبه لي طاي قلنا فيها، لي طاي فيها من الاكس ال حتى التريبل اكس ال، حتى ل3 اكس ال، تبارك الله عليك. جوج القطع كيف ممكن اختي منى ينسقوا معها حتى هذا الشال ديال المصر حتى هويا. هذا البنات سطاني لبستو مع العبايه الثانيه جو بونس، واعر واعر واعر. شوفوا معايا كي داير، عرفتي راه هو بحال لي كراش بكا، ما عرفتش كيفاش نقول لكم، كيجي البنات كله مفوه بحال كليماتيزي، بحال ما لابسه والو بهذا المعنى، وكيتيرا. وشوفوا معايا تبارك الله شحال فيه. ها نتوما غيعاودوا يدخلوا لوينات اخرين ان شاء الله، حيت حاليا انا قلت لها ضروري نوريو، حيت حاليا بقاو فيه ثلاثه اللوان فقط اللي من نصيبها. هذا ترابي هذا، وكاين هذا بحال الكغي بحال الترابي، ولكن هو كيف كتشوفيه راه تماوج كيتماوج، شوف كيفاش داير. وبقى هذا الموف هذا اللي تبارك الله راه الثوب ديالو زبده رطب، وشوف كيفاش داير الخدمه ديالو. هادو بحال كل واحد وزواقته، بحال بقاو عندي غير ثلاثه، بقاو هاد الثلاثه هادو اللي كاينين. وبالنسبه لو بري ديالهم هاد لي فولا، البري ديالهم غادي يبقاو ب 100 درهم 100 درهم، هادو ماشي دي فولا عفوا دي شال 100 درهم. وبالنسبه للبيسات دو بيس، بالنسبه للبيسات فكيبقاو ب 500 درهم 500 درهم، كتاخذي جوج ديال القطع. شوفوا معايا هاد لو موديل هذا، هذا موديل حتى هو كيجي بحال ستيل عبايه مزوقه. شوفوا معايا المانكن كيفاش جاها، وشوفوا انا كيفاش جاني، ما قدرتش ما نلبسوش ليه. شوفوا معايا انا صراحه حمقني هاد لو موديل، شوفوا بدا الطول، شوفوا الطول، وشوفوا الثوب، شوفوا الثوب كيجي بالسلسله. شوف هي السلسله كتجي كاشي، انا غنقرب لكم. شوف السلسله كتجي كاشي، شوف كيف ما كيبان لكم كريب حريري، شي حاجه واعره، فيه طريزات من هنا، طريزات من هنايا، طريزات حتى من هنا الكتيفات، انا غنقرب لكم الكتيفات من هنايا فوالا، ومن هنا. شفتوا معايا الموديل كيفاش كيجي داير، هانتوما رائع. للاشاره كيجي معاه لو شال ديالو، ها هو لو شال ديالو، غير انا جو بريفيري نلبس معاه هاد لو شال هذا اللي ولاتكم الاخت كوثر ديال مصر، هذا حمقني صراحه، حتى بالنسبه لهاد لا كولور فتحها حيت جا فيه واحد الزواق منه جا غزال. مي هاد العبايه هادي عبايه روب كيجي معاه لو شال ديالها سامبل عادي، ها هو اللي كيجي معاها. شفتوا راه متوفرين فيها اللوينات، كاين هاد لا كولور هادي الكري الكري سوري، وشوفوا معايا لو فيغ الاخضر الملكي فوالا. ودابا غادي نوريكم لي كولور الاخرين اللي متوفرين فيها. متوفر فيها اختي منى هانتوما بلو مارين، بلو مارين
شوفوا توفر فيها ثوب ثوب واعر ثوب واعر فيغ او فوالا واعر 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 هانتوما غير الاشاره شتي هاد التريزات اللي هنايا بالفلوغ شو التفاصيل بالفلوغ وبالبيرلاج وكيف ما قلت لكم بالسنيسله كتجي كاشي تبارك الله عليك فوالا وهذه اختي منى راه كيف قلنا فيها هاد البلو مارين وفيها هاد المينين بحال الفيغ او اخضر ملكي وفيه الكري اللي لابسه انا كري سوغي اللي وليتكم في الاول وكل وحده كتجيب لو شال ديالها كل وحده كتجيب لو شال ديالها ها انتم شفتوا كيكون ديغرادي ديالو تبارك الله عليك ولي طاي ولي طاي اختي منى بالنسبه لهادي بقى فيها دوبل اكس ال وبالنسبه للخضراء بقى فيها حتى هي دوبل اكس ال والبلو مارين بلو مارين تريبل اكس ال واللي لابسه انايا اللي لابسه انت كاينه وحده دوبل اكس ال وكاينه وحده تريبل اكس ال يعني بحال بقاو فيها خمسة القطع خمسة القطع تبارك الله عليك والثمن شحال تبقى والثمن كنا قلنا في الفيديو اللي فاتت 700 درهم ان شاء الله دابا غنديرو فيها بروموسيون غتبقى ب 600 درهم تبارك الله عليك حيدات لكم فيها 100 درهم حيت بقاو فيها غير خمسة ديال لي زارتيكل اللي بغاتها صراحة الناس كتجي هماوية كتجي خطيرة كل المناسبات كتختلف ياك كتجي افيي تخرجي بها لان راه شوية غادة الجلابة تماما تماما يعني كيف الجلابة مخدومة من الطرز وداك الشيء كيخرجوا بها العيس حتى هذه راه كتقدر تخرج والطول انا عجبتني حتى الطول راه شفتوها فيا انا كيفاش جاتني وكيفاش جات في المانكا انا قلت لبسها باش تشوفها غيال هذا الشيء اللي كاين قلنا الثمن كتبقى ب 600 درهم فوالا 600 درهم في العوض ديال 700 الارسال في كازا وفي جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب قولي اول مره غادي تشوفوني على القناه من الفوق حتى لتحت اللي باش شرائي شوفوا معايا اللبسه كي جات اختي كوثر كيفاش كتمشي؟ تبارك الله عليك انا اللي حمقتيني انا اللي حمقني انت كتمشي مرتاحه ما كيعرفك حد ما كتشوفي حد هذا لافونتاج بالنسبه لي انايا جادور شوفوا معايا كيفاش كيجي ديال الاشاره راه حنا اللي ناسقناه ما كتجيش لبسه هكا لا ما كتجيش لبسه هكا كتجي لبسه هكا شوفوا لبسه شوف بالطرز من هنايا صديفات غير الفوقانيه اللي كتحل كلهم هادو مسدودين شوفوا من التحت باش كون تشوفوا الطول شوفوا الطول الفريفرات ها نتوما واعره 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 شوفوا من هنايا ها نتوما والثوب رائع شنو هي النوعيه ديال الثوب هذا الكريب كريب حريري كريب كيف قلت لك راه احسن انواع نوع ديال الكريب كيخدموا به هما تبارك الله عليك وشوفوا معايا الفوله باش تكون تشوفوا العرض تبارك الله في متر ونص على متر ونص خطير 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 بالنسبه للنقابات هما عندك هذا راه طقم ماليزي كيمشي الفولار كبير فيه متر ونص على متر ونص مع النقاب ديالو كيبقاو ب 150 درهم واللبسه ديالها هذه بوحدها هذه اللبسه ولكن راه جا اللون بحال ديالو لا بحال ديالها حيت نسقناهم خطير 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 ان شاء الله غنوريكم اللوينات اللي فيه قبل لي طاي لي طاي كتبدا من الاكس ال حتى ل 4 اكس ال من الاكس ال حتى 4 اكس ال وان شاء الله غنوريكم اللوينات قبل الثمن الثمن ديال الفن الثمن ان شاء الله هذه غتبقى ب 450 درهم 450 درهم حنا كنصوروا في درجه الحراره ما نقولش ليك انا ما جانيش الصح لا بارده ما شاء الله بارده صراحه انا كنت كنقول كيفاش كيقدروا زعما يستحملوا الثوب كيخدموا على الثوب وشوفي اختي منى غير باش نعطي واحد الاشاره راه حتى انا الاطقم الماليزيه كنحرص على انني نجيب بروميير كاليتي اللي كتكون زوينه حريري وضد الحساسيه وضد صحاب الضيقه لان نظرا لان النقاب كتبقى به كاين الناس كيبقاو به النهار كامل بحالي انا فكنجيبو منفس الحمد لله ما كيخنقك ما حتى شي حاجه ورطب على الوجه زال 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 نعطينا الراي ديالكم في التعليق كيفاش جاتكم اللبسه دابا غادي نوريكم اللوينات شوفوا معايا الاخت كوثر درت لي ما قدرت حتى شي واحد فيها درت انجاز لاول مره على اليوتيوب شي وحده كنضحك معكم البنات المهم كنتمنى ان هذا الارتيكل يكون عجبكم دابا بقاو معايا نوريكم اللوينات شوفوا معايا لا كولور الثانيه كنت لابسه انا لو موف هذه البوردو شوفوا معايا شوفوا البوردو فوالا لي ميم ديطاي غنوريكم دابا غير اللوينات وواحد الحاجه قلتي لي اختي كوثر قلتي لي على حساب الحزام اللي كنت دايره انا فوالا كيتلبس على جوج يعني تقدروا انا كيف ما كديراه اللور وهو فيه واحد بحال الزواقه اللي كتكون هنايا في الكسيوه كتقدري ديريه لقدام بحال هكا تبارك الله عليك اللي بغات غير اللي بغات ديروا ديروا اللي بغات ديروا لقدام اللي بغات ديروا اللور تبارك الله عليك لي كولور قلنا لو موف لو بوردو عندنا فيه لو فيغ او شوفوا معايا الفيغ او ديالو ديروا لي كابتور ديكرون راه شفتوا معايا تبارك الله الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان انا لاحظتوا نورمالمون ما كنلبسش يعني في الفيديوهات ولكن هذا اللبس هذا اول حاجه مريح ثاني حاجه براتيك يعني ما كنتعذبش ما كنكون لبسو فوالا وثالث حاجه الا ما تلبش ما غاديش يبان شوفوا معايا لا كولور الرابعه ها نتوما الغوز مغتادل اها
واحد لا كولور فيه فنه. شوفوا هي هذه، شوف مارون روج بريك، مارون روج بريك. كنعاود نذكر هاد لي بوطون هادو راه ما كيتحلوش، هادو غير ديتاي. عاد عندنا فيه ثاني لو فيغ، لو فيغ الاخضر الملكي حتى هو متوفر فيه. شوف شوفوا الفريفلات، باش تشوفوا الفريفلات بالبليسي من التحت، موديل واعر. باقي شي لون اخر البوردو وريناه، واو فيه حتى النوار، مالك الالوان بيان سور. شوف شوفوا ما شاء الله الموديل كيفاش كيجي داير. قلنا لي طاي فيه من الاكس ال حتى التريبل اكس ال، حتى التريبل اكس ال. والثمن كيبقى ب 450 درهم، 450 درهم. وبالنسبه لهاد النقابات هادو قلنا نعاودو نذكرو، الطقم الماليزي هذا الفولار متر ونص على متر ونص مع النقاب ديالو كيبقاو ب 150 درهم. يعني هاد الفولار اللي كنت لابسه انا مع هذا مع النقاب ديالو كيبقى 150 درهم. وفيه لي كولور، وفيه لي كولور. بالنسبه لي كولور اللي متوفرين في هذا اللي لابسه انا بعدا هذا، شنو هما اللوينات اللي كاينين تقريبا؟ راه كيكونوا فيهم نفس اللوان مع هذوك اللي وريتك، حيت غنوريكم واحد الموديل حتى هو ديال الطقم ماليزيا. شوف شوف كيكونوا تقريبا نفس اللوان. شوف اللوينات واعرين. هانتوما غادي نخلي لك، راه كاينين شي لوان اللي ما بقاوش، انا غادي نعطيك واحد التصويره منى حطيها لي ومع فاك جبت صافي كوني هانيه. اللوينات اللي متوفرين وراه هي وحده تواصلت معايا، غنصيفط ليها كل شيء الالوان. حيت بعض المرات ما كيكونوش وغتعاودي تدخليهم. كيكونوش وكنعاود ندخلهم. شوفوا معايا لو بلون كيف ما كيبان لكم، لا كولور مورتاديل صومون، الحمد لله. فوالا غير هو واحد النقطه كنا غنوضحوها، قلتي لي ممكن دابا انا ناخذ الفولار بوحدو هذا اللي كبير، وممكن ناخذه هو والنقاب. اللي بغات الطقم الماليزي كاين كيدير 150 درهم، اللي بغات غير النقاب بوحدو كاين كيدير 60 درهم. تبارك الله عليك. شوفوا معايا اللوينات اللي فيه. واللي بغات لي فولار راه كاينين حتى هما لي فولار كاملين. ولكن وريني الفولاغ اللي كنت الشال اللي كنتي اللي دايره انت دابا. الشال اللي دايره عندها واحد لو شال زوين انا اللي كنت دايره، كنت دايره يعني فولاغ كيجي مربع وطويل اللي كان بحال اللي وريتكم قبيله في الكريب. دابا هذا اللي غتوريكم الشال بحال اللي دايره الاخت كوثر، هي نورمالمون دايره هي والنقاب ديالو. ها انتم شوفوا معايا كيفاش كيجي داير. شوف شوف ها انتم شفتوا هذا دابا راه شال ماشي فولاغ، هذا شال بالنقاب ديالو. ها نوريكم الشال كيقداش. شوف شوف شوفوا ما شاء الله، والثوب ديالو كريب حريري. شوف هذا دابا شال تبارك الله. شوف ما شاء الله هانتوما فوالا، ومتوفر في اللوينات. هذا متوفر كديريه ياك عاد كدير فوق منه النقاب على حسب الشده اللي كيديرها انت. كاين اللي كدير، كاين اللي كيديروا لتحت النقاب وعاد كيديروا من فوق منه هذا الشال هذا. المهم ان الشال تبارك الله راه هانتوما شفتوا تبارك الله عليك. دابا غادي نجيو لي بخي. دابا انا بغيت الشال بوحدو شحال الثمن ديالو؟ الشال بوحدو كيدير 100 درهم. الفولاغ بوحدو اللي بحال اللي دايره انا حتى هو عريض وطويل شحال داير؟ لا بلاتي نوضح واحد القضيه ديال متر ونص كيدير 100 درهم. على حسب العبار فيهم متر و80 كيديروا 150 درهم. فهمتك. والنقاب كيدير 60 درهم. الا بغيتي هذا ديال متر و80 مع النقاب كيبقاو ب 180 درهم. ويلا بغيتي بحال اللي كنت دايره انا، بغيتي بحال اللي دايره انت مع النقاب كيبقاو ب 150 درهم. تبارك الله عليك واضح وباين، ولي كولور كاملين متوفرين. وفي العبايات شوفوا معايا هذا لو موديل. بدا بغيتكم تشوفوا الخديمه من هنا، شوفوا الخديمه كيفاش جايه. شوفوا الخديمه خيسان عشيقه البساطه. هذا موديل بسيط جدا، لاكوب ديالو خطيره. شوفوا معايا من التحت، يعني اللي بغات تلبسوا مثلا سبور كيجي روعه 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 روعه. وبغيتكم تشوفوا من اللور كيفاش كيجي. شوفوا الخديمه ديالو من اللور. هذا متوفر فقط في هاد لاكولور هادي ياك اختي كوثر؟ كاين غير الكحل. كاين غير الكحل. هادي العبايه السمراء. واو شوف شوف كيفاش كيجي داير. وبالنسبه لي طاي هو نورمالمون قلتي لي فيه لا طاي 2 و 4 و 6 نقدروا باش نسهلوا على السيدات اللي كتلبس من ال ال حتى ال 4 اكس ال 4 اكس ال. خير خير خير. نعاود لكم بحال هكا باش تشوفوا معايا الخدمه كيفاش كتجي دايره لاكول ديالها. خديمة لون في اللون متوفرة في هاد لاكولور فقط. لي طاي راك عرفتوهم يعني حتى 4 اكس ال. والثمن ان شاء الله تبقى الثمن ان شاء الله كدير 450 درهم. 450 درهم ولكن راه الروعة 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 مسدودة. والله شي حاجة زوينة اللي عجبني انا دابا درت معاها شال زرق. دي معاها شال خضر دير اي زرق اي شال. واللي بغات دير معاها كحل بيان سور هذيك واش كيجي معاها؟ كاينين هادو تا هما وكنبقاو ديما في الشيلان ديال مصر. فوالا هذه واش كيجي معها شي شال؟ لا هي ما كيجيش معها الشال. ولكن اختي كوثر اختارت لكم هذا لو شال هذا. شوفوا معايا كيفاش كيجي ديال الخديمه كيدير انتوما لا دونتيل. والثوب ما يمكنش شحال واعر دائما حريري. غزال طايح حتى هو. وديما اختي منى الا لاحظتي عندنا حنا راه عندنا الشيلان كبار يعني فيهم متراج يعني شكلي ولوي كيف بغيتي. شوف شوف
شوفوا من اللون، شوفوا من كيفاش كيجي لون الشعر، اللون في اللون، شتي باش حمقني، اللون في اللون، واعر 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 هذا الشال هذا في النوار. وبالنسبه للثمن ديالو الشال كيبقى ب 120 درهم تبارك الله، هذه كانت 120 درهم. توفر غير في الاسود؟ كاين غير في الاسود، ولكن اختي منى كاينين فيه جوج الانواع، فيه هذا اللي فيه الدونتيل وفيه واحد اخر فيه فريفرا، انا غادي نوريه لك. ها هو البنات، هذا هو الشال الثاني اللي قالت لكم فيه فريفرات. شوفوا الفريفرات كيفاش كيجيو دايرين، ها انتم هكا غادي يبانوا لكم، دابا غادي يبانوا لكم، شفتوا؟ يعني جهه فيها الفريفرات وجهه كتجي سامبل، كيجي صراحة خطير. حتى هو في اللبسة هانتوما ملي كتلبسيه شوفوا كديري بحال هكا، ما شاء الله الطول والعرض فوالا، وكيبقاو هاد الفريفرات بحال هكا كيف ما كيبان لكم في الظهر، كيجي داكشي بنتك كيف ما كنقولوا. وبالنسبة للثمن ديالو تا هو لو ميم بخي، لو ميم بخي شحال؟ كيدير 120 درهم. 120 درهم. يلا البنات لي جيم بارطاج أي موديل عجبك، كابتيغ ديكرو ورسي لتي كاوتر في الرقم اللي كيبان لكم على الشاشة مرة أخرى، راه الدفع عند الستيل. دابا البنات غادي نجيو لواحد لا روبريك، هادي غنسميها روبريك ديال الهميزات فوالا، حيت كاين بعض لي زارتيكل بقات فيهم بياسه، كاين اللي بقات فيهم جوج، كاين اللي بقات فيهم ثلاثه القطع، وكاين هاد لارتيكل هذا بقات فيه لون 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 فوالا. يعني تبعوا معايا السيدات لي انتريسي، غنبداو بالموديل الاول اللي هو هذا، شوفوا معايا كنهضروا على الكريب. هذاك كريب دائما ها نتوما، توب حريري كيف ما كنقول لكم، ما كيزمتش، كتجي بجويب بحال هكا بالفريفرات، والكميمات كيجيو بحال هكا. ها نتوما نوريكم كيفاش كيجيو دايرين، ها نتوما شوف بهاد الغيبون بحال هكا، ها نتوما بحال هكا شفتوا، بحستي الفراشه، بحستي الفراشه، ها نتوما شوفوا العرض ما شاء الله، فراشه عبايه فوالا، فراشه عبايه. بالنسبه قلتي لي فيها واحد لو ديتاي، انا كيجي معاه واحد النقاب، كتجي هي دو بياس، كتجي عبايه بالحجاب ديالها، كتجي بحال هكا بالحجاب ديالها ياك فوالا، هو حتى هو صبيبر يعني بالشال. وكيجي هذا النقاب كيجي هديه، اللي دايره النقاب راح تديرو، اللي ما دايرهش النقاب راه تقدر تعطيه تبارك الله. المهم حنا كنعطيو لك بونوس، كيكون النقاب هكا بالنسبه للنساء المنقبات، راه كيكون النقاب بالشريطه، راه النساء المنقبات راه عارفينه النقاب بالشريطه كيكون بحال هكا تبارك الله عليك، يعني هذا كيركب كيدار هنا وهذا كيركب نقاب باش كيولي نقاب بحال هذا تبارك الله عليك، نقاب بالشريطه وكدير عليه الفوله. اما بالنسبه للنساء اللي ما دايرينش النقاب فكتقدر تلغي النقاب كتعطيه اللون من بعد، بحال كيجي بحال كيجي متكامل، كتجي متكامل، متكامل اللي دايره راه كديرو، اللي ما دايرهش كتكتفي. انا كنبعد باش يبان لكم الزيف قداش مع العبايه ديالها، ها نتوما ومن هنا يبان لكم لا كولور. شوف شحال تاع الثوبه، شحال زاد ديال الثوب تبارك الله، زاد الثوب بزاف وساتيره وزوينه، هذه راه تلبس انا بالنسبه لي حتى 7 اكس ال، لا كتلبس حتى 7 اكس ال. شفتوا بالنسبه لي كولور اللي متوفرين، عندنا لو بوردو اللي كانت لابسه المانكا، عندنا هاد لا كولور هادي مارون لون ترابي واعر، عندنا فيها لو غري ديالها، ها نتوما دائما كتجيب لو شال وبالنقاب ديالها، عندنا فيها لو بيج، ها نتوما لو بيج ديالها هذا راه ديال هادي اللي معلقه فوالا، بحال لصقتي فيهم اخرين فوالا، فيها لوينات زوينين وفيها ها نتوما فيغ او فوالا. واللي عجبني انهم واخا لوينات فاتحين ما تيبينوش ياك اختي كوتا، فيها البنات مارون شوكولا، شفتوا دائما كيف ما قلت لكم متكامل فيه كل شيء، وفيها البنات الاخضر الملكي، البلو مارين بيناه باقي باقي ما بيناش البلو مارين حيت تبارك الله فيها لوينات زوينين والبلو مارين. ها نتوما اللي بغات شي لون البنات كابتور ديكرون وترسلوا للرقم اللي كيبان لكم على الشاشه ديال اختي كوثر، راه كي قلت لكم الارسال في كازا في جميع مدن المغرب وحتى خارج المغرب. المرا هو اللي بدينا بيه، لا هذا بدينا شوفوا شنتوما البيج المارون شوكولا المارون كاكاو وعاد الغوج بريك، يعني غير الدرجات ديال المارون فيها شي 4 درجات ديال المارون تبارك الله عليك. قلنا كيلبس حتى 7 اكس ال تقريبا ياك هما لي تي ستوندار، لي تي ستوندار في هذا فوالو. الثمن شحال غادي يبقى؟ هادي كانت كدير 500 درهم، اليوم ان شاء الله غندير فيها ليكيداسيون غتبقى ب 400 درهم 400 درهم طقم، يعني كيجي فيه لبيسه كي قالت لكم فراشه عبايه بالشال ديالها بالنقاب ديالها. دائما في اللبيسات اللي كيجيو صراحه زوينين وكيعجبوا السيدات اللي كيلبسوا اللباس الشرعي اولا اللي كتبغي تلبس مستور اون جينيرال، عندنا هذا الموديل هذا بقاو فيه شحال 4 القطع؟ لا بقاو فيه غير ثلاثه، ثلاثه القطع عفوا، كتجي على شكل غوب، هاد لا غوب البنات شوفوا معايا بالسنيسله بحال هكا، شوفوا معايا الكول كيفاش كيجي داير، ها نتوما الكريب دائما حريري رويال فوالا، شوفوا من هنا كيفاش كتجي دايره، ها نتوما شفتوا
عاد شوفوا من التحت طبقات. يعني التحت فوالا طبقات الطبقه الاولى والثانيه والثالثه. ودير الاشاره اختي منى، راه اللي بغات تشوفها كيفاش كتلبس ترجع الفيديو ديالي القديم مع منى، راه كنت لابسه. غنحاول نحطو لكم في صندوق الوصف ان شاء الله تعالى. هاد اللبسات راه لبسوهم لي مانكا ديالنا. ها انتم شوفوا فوالا، كتجي مع الخيمار ديالها. يعني هذه راه كتجي تقريبا ثلاثه القطع، القطعه الاولى وهذه القطعه الثانيه. كيجي قصير من القدام وطويل من الفوق. نوريه لكم. فوالا تجي بالنقاب ديالها، وكيف قلنا ديما النقاب راه النساء اللي ما كديرش النقاب تقدر تلغيه، تعطيه كادو، تعطيه لختها، تعطيه لشي وحده من العائله، تخليه عندها تتبغي. الله يسر الله سبحانه وتعالى ودير النقاب. المهم هو كتعطى بوني. وغير الاشاريك هذا كيدير فوق الشعر، هذا فوق الشعر، حيت الناس اللي ما عرفوش تحت كدير بونيه. فوالا شوف كل وحده كيفاش كتبغي تلبس. المهم تقريبا كيجي 3 بياس. بالنسبه للوينات اللي فيه اللي بقاو فيه، هذا الغوز وباقي هذا ليموني، ليموني غوج بريك تقريبا، دائما 3 بياس. وباقي النوار، والنوار ولي طاي. انا بان لي كيلبس ستوندار. انا بالنسبه لي فوالا حتى 3 اكس ال يجيها زوين، يبقى يجيها يعني عريض وكلشي، سورتو ان فيه هذاك القطعه الثانيه اللي كتجي فوق راسو هابطه. فوالا كتدرق حتى هي تبارك الله عليك. والثمن، والثمن اختي غادي يبقاو ان شاء الله ب 400 درهم. 400 درهم ثلاثه الحبات اللي بقاو فيه فقط. فوالا نبقاو في الهميزات. هذاك 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 راه كنت بغيت نلبسو في الاول. تنقول انا غادي نلبسو، انا غادي نلبسو. هذا واحد الموديل اللي خدم لينا في الصيف ما شاء الله، غزال حماقو عليه. العيات اللي كيجيو عندي حماقو على هذا الموديل، بقاو فيه غير 3 ديال البياس، ثلاثه اللي بقاو. ها انتم غنوريكم يعني من هنا راه كيجي صومونش، كيجي سامبل بالسنيسله من اللور. شوفوا معايا من التحت كتجي في واحد الفريفله من هنايا الثوب، كنهضروا على الكخيب، والفوقاني هو اللي كيجيب الكميمات نص مزوق والنص كيجي سامبل، متوفر في لون واحد. لا فيه جوج الالوان، جوج بانوا لي بحال بحال. فوالا بحال الكاكي، غنوريكم بحال هكا. ها انتم ها الكاكي، ها لو فيغ، هذا لو فيغ مغلوق. تبارك الله عليك، ولكن الارضيه وكلشي لا ميم بحال بحال. لي طاي اللي بقاو فيه، هذا اختي بقات فيه 3 اكس ال، وباقي هذا الخضر هذا حتى هو 3 اكس ال. اها وباقي هذا اكس ال، يعني باقي اكس ال 3 اكس ال، والخضر باقي فيه 3 اكس ال. تبارك الله عليك. وبالنسبه لهذا الموديل ان شاء الله راه اللي بغاتو ولا طاي ديالها ما كايناش، ان شاء الله غادي نعاودو نجيبو. المهم اللي بغاتو سيغ كوموند، هانتوما دوز لا كوموند ديالها. وصراحه راه الحاجه ملي كتلبس عاد كتبان، راه كيجي رائع في اللبس. الثمن قلنا غيبقى بشحال؟ هذا الثمن 500 درهم، 500 درهم. كتاخذي جوج ديال القطع تبارك الله. هذه البازيك راه كتقدر تستغلها تلبسها معها مع حويجات اخرين. ها انتم حيت هذه، حيت هذه بوحدها بازيك تقدري تلبسيها مع بزاف الحوايج كتصوفيك. وهذه ممكن تستعملها حتى هي بوحدها، كتجي بحال ستيل كيمونو. فوالا كتلبسيها مع لبسات اخرين تبارك الله عليك. وبالنسبه لو موديل اللي لابسها الاخت كوترني دابا معنا في لا فيديو، اللي توا كيجي شحال؟ جوج القطع، جوج القطع كيجي. هاد الكوينه ها انتم ندير لكم بحال هكا. وعاده كتجي التحتانيه جوب صايا وطويله وعريضه، وكنهضروا على الكريب دائما. الكريب دائما. وهاد اللبسه بالاخص راح كتلبس حتى لسته ولا سبعه اكس ال، لان شوفوا شحال ديال العرض فيها، حيت البليسي كلها بليسي كيف ما كيبان لكم. انتم انا غنجرب من هنا، شوفوا بغيت نوريكم. شوف شفتوا العرض، شفتوا العرض قداش؟ عاد لا جوب ديالها راه كاينه من التحت. وعريضه حتى وبلي بوطون. واللي عجبتني انا كي ممكن تاني تلبسيها مع السروال، مع تلبسيها مع السروال، ولا تقدري تستعمليها مع حاجه اخرى. تبارك الله عليك. فيها زوين انها راه فاش كتلبسيها راه ما كتبقاش تبان خانشة ولا عريضه ولا لا، حيت الصاله ديالها زوينه، كطيح على الجسم ديال البنت كيف ما بغات تكون، من الميديوم حتى ل 7 اكس ال كتجيك هذه الديفا. تبارك الله عليك. وكنتي طويله كنتي قصيصره، كيف ما كنتي غادي تجيك واعره، حيت هما لا كوب، لا كوب ديالها والثوب اللي مستعملين. وبالنسبه للوينات دابا بقات غير هذه وحده، وحده 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 في الكري. كري مغلوق، شفتوا؟ ها هي، شوفوا الكميمات، شوفوا شوفوا الكميمات تبارك الله عليك. بهذوك السيوره من هنايا الثمن بقات وحده. هذه هذيك دير 400 درهم وان شاء الله راه غادي ندخل فيها اللوينات. تبارك الله عليك. غيكونوا فيها لوينات اخرين، وراه كنا وريناها في الفيديو الاول مع الاخت كوثر، كانوا فيها جميع الالوان، كانوا فيها بزاف ديال الالوان، وغنزيد ندخل فيها حتى اللوينات. هذه واعره، هذه هذه باش عجبتني، كتلبس الصيف والشتاء. هذه صيف واش تصيف واش تمشي، علاش غندخلها وكتلبس حتى بالنسبه للبنات اللي كيقراو في الجامعه، البنات كيقدروا يشدوا موظفات مثلا كيخدموا بها وداك الشيء، يعني هي بخاتيك. بحال دابا انا كنخدم بها، كنفضل نخدم بها لان غير اشاره. شوفوا لابسه مع لي زيسبا، ها انتوما البيسه راه سبور. تبارك الله. الميزات بقات هاد الفراشه عبايه، هذه بقات وحيده اللي من نصيبها. شوفوا 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 شوفوا، ندير لكم بحال هكا باش تبان لكم مازال عريضه، كتجي كلها هكا بهاد 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 الوريدات 3 دي كلها. هذه راه عندها الكولار ديالها فوالا، هذه كتجي جوج القطع. جوج جوج القطع تحت
القطعة الثانية لاصق فيها ها نتوما فيها الفوقاني وهذا الموسلين اللي كيجي من الفوق ها نتوما ملي كنطلقا شوفوا كيفاش كتجي دايره. وبالنسبة للاطاي هذه راه تلبس من الال حتى للدوبل اكس ال. لا كثار. ثلاث خوانا بالنسبة لي راه حيت العرض تبارك الله. تبارك الله لاعبة في العرض. فوالا والثمن شحال تبقى؟ هذه كتبقى ب 500 درهم. 500 درهم. ديال اختيمونا اللي بقات فيها جوج القطاع حتى هي وان شاء الله هذه غندير فيها واحد البروموسيون زوينه. هذه خصك تزيدينا منها عرفتي علاش؟ حيت هذه شوميز اللي عجبني ممكن تلبسيها حتى لتحت بحال غوب ممكن تحليها هكا نص وتلبسي مع البنطالون. هذاك الشيء اللي كاين اختيمونا. شتي كيفاش كتجي دايره؟ والشكل حتى بحال شكل بنت هذه يعني كيلبسوها الموظفات كيلبسوها البنات اللي كيقراو في الجامعه. هانتوما شوفوا لو كول شوفوا الكريب في الصيف وفي الشتاء تماما. هانتوما شوفوا لي ديتاي من هنايا وشوفوا الكميمات انا كنقرب لكم باش يبان لكم انا غنبعد شوفوا لو موديل شحال المتتبعين ديال اختيمونا غادي تبقى 350 درهم. 350 درهم شحال بقات فيها من الحيده؟ بقاو جوج جوج ولي طاي ستوندار يعني هذه بالنسبه تلبست الدوبل 3 دوبل 3 تبارك الله عليك. واحد الهميزه هذه خصك توريها لهم. هذه قلت لها قبيله لبستها قالت لي بلا ما تلبسيها اختي منى قالت لي بقات وحيده. قبل ما نصوروا الفيديو مشات هذه كتجي بحال داك الجلباب التركي. اش غنقول لكم البنات لا كوب ديالها خطيره. شوفوا معايا من هنا يعني هنا سامبل شوفوا من هنا البليسي من هنا البليسي كتجي فيها السنيسله وكتجي فيها الطريزه مع البيرلاج والسنيسله حتى لتحت حتى لتحت لا حتى لهنا حتى لهنايا حتى لهنايا شفتوا ها نتوما كولوفيسي كيف ما كيبان لكم. ها نتوما من هنايا انا غنبعد شوفوا البنات الخياطه ديالها كيفاش دايره خطيره خطيره. وخا نوريها توريها لهم من اللور اختي شوفوا من اللور سامبل. ها نتوما هاد لاطاي هادي شحال؟ هاد لاطاي هادي 50 يعني غتلبس ال اكس ال. ال اكس ال باش كتجيها شويه وافيه. وبالنسبه كي قلت لكم حبه وحده اللي بقات اللي من نصيبها والثمن. وان شاء الله راه غتجي وغتجي في لاطاي وغتجي في اللوينات. تبارك الله عليك الثمن. الثمن هادي كدير 500 درهم. 500 درهم ولكن راه شي حاجه واعره. شفتوا البنات شوفوا. تبارك الله. الستيل ديالها ستيل غوب مونطو. تماما فوالا داك الشيء اللي عجبتني انايا غزاله. شوفوا معايا ثاني هاد لو موديل. نسبق عليكم بقات فيه قطعه واحده اللي من نصيبها 3 اكس ال. ها نتوما راه كتبان لكم 3 اكس ال. هذه البنات ما فيها السلسله لا والو كتخشى بحال هكا كتلبس هكا. شوفوا شوفوا البنات الديزاين ديالها شوفوا الكميمات هذا هي الزيبرات عرفتي هذه تجي مع هذه واش كيجي مع لوشال ديالها؟ لا ما كيجيش مع لوشال تجي مع لوشال اللي عطيتيني قبيله ديال الدونتيل تجي معاه خطيره سامبل كي قالت لكم اختي كوثر ستيل زيبرا من هنايا وما تبقى كله كيجي سامبل. شوفوا لا كوب شوفوا لا كوب شوفوا لا كوب شوفوا لا كوب راه كتبان لكم بحال فيها السلسله هذه البنات راه غير ديتاي بحال هكا والبيرلاج من هنا ومن هنا وبيان سور كتجيب الحزام ديالها ممكن ديريه ممكن تحيديه تستغني عليه كيف ما بغيتي قطعه واحده اللي من نصيبها هذا هو لو شال اللي قلت لك منى تقدر تجي معها الشال ديال الدونتيل يجي معاه خطير ان شاء الله. دابا ملي قالت لكم منى غادي يجي معاها غادي ندير لكم فيها واحد لا بروموسيون زوينه هذه القطعه اللي بقات بوحدها ان شاء الله غادي نحسبوها مع هذا الشال هذا ب 500 درهم. تبارك الله عليك هي ولو شال هي ولو شال نورمالمون كانت بوحدها شحال غدوز؟ كانت بوحدها غدوز ب 450 حنا غنحسبوها مع لو شال ديالها. تبارك الله عليك لو شال شحال بوحدو داير 100 120 درهم. دابا غتاخذوها هي ولو شال الا بغيتو معاها لو شال غتاخذوها ب 500 درهم اللي من نصيبها صراحه اللي غتديها غتدي الهمزه. ومره اخرى كنذكر بلا طاي 3 اكس ال وعاشقات العبايه طبقات او لا العبايه قلتي ديال الاميرات الاميرات. شوفوا معايا هذا لو موديل هذا راه كيبان لكم راه كيجي ترونسبارون شويه مي كاين السيدات اللي كيعجبهم كيلبسوا بشي عشك الكيمونو بحال الكيمونو يعني هذا الشيء اللي تحت بحال ديال السيوي لابسه انايا مثلا كتلبسوا بحال هكا مع شي كسيوه بيضاء ولا مع مثلا تيشيرت اللي كيجي هكا طويل وسروال كيف ما بغات. هذا كتجيب لو شال ديالها لو شال ديالو بالحزام ديالها وبالحزام ديالها كتجي على هذا الشكل. انا غادي نقول لكم كيفاش كتجي طبقات كتجي بقات فيها بياسه وحده بقات فيها غير هاد البلو مارين لاطاي 54 كتجي كيف ما قلت لكم الشال ديالها بالنسبه للثمن هادي غتبقى ب 400 درهم 400 درهم. ولكن اللي زوين ان قلتي لي واحد الخبر صار ان شاء الله السلعه اللي غتجي غتكون فيها هاد العبايه هاد العبايه لكن مدوبله مدوبله هاد الشيء اللي كيبين هنايا نورمالمون غادي يكون فيه واحد الدوبلور زائد غتكون قطعه لتحت قطعه بازيك بازيك كتكون هكا الصوموش كتلبس تحت منها كيكون فيها الطول كتكون طويل منها كتكون طويله ان شاء الله غادي تدخل وغتدخل في اللوينات ان شاء الله. الى صورتهم وقت كوثر نبارطاجيهم معكم حنا حتى عندها قناه الاشاره راه عندها قناه غنخلي لكم ان شاء الله الصور غتبقى كوفين ميت في الموديل جوج غتصورهم لكم
يعني غيدخل هذا الموديل هذا وغيدخل في اللونينات ان شاء الله. والثمن هذه اللي بلا بازيك غتكون ب 400 درهم واللي بالبازيك ب 500 درهم. وكاينه هذا الموديل اللي طويل هذا بالنسبه للنساء اللي كيكونوا طوال وكتجيهم العبايه طبقات كتجيهم مقزبه. شدي من الفوق شدي من الفوق شوفوا كيفاش دايره. شوفوا شحال ديال الطول فيها، يعني البنات اللي طوالات وهذه حتى هي بقات فيها غير وحده، يعني غتلبس من الاكس ال حتى ال 5 اكس ال، وفيها دوك الطبقات اللي الا لاحظتوا كاينين لتحت داخل دوبلور. وراه البنات راه هذه كلها مضوبله، يعني هذه راه ماشي بحال الاخرى فيها غير طبقه وحده، لا هذه راه مضوبله كامله من الداخل وفيها الطريقات فيها وحده جوج ثلاثه. شوف تبارك الله عليك، وكتجي حتى هي بلو شال ديالها. هذه شحال غتبقى؟ هذه غتبقى ب 600 درهم وبقى فيها غير هذا اللوين وهذا لاطاي. تبارك الله عليك، بحال الموف اوبيرجين 600 درهم، وبالنسبه لهذه اللي لابسه انايا شحال غادي تبقى؟ 400 درهم. هنا 400 درهم، واللي غتدخل بالبازيك كتبقى ب 500 درهم. 500 درهم. يلا لا جمال بنات. قبل ما ندوز لكم المخاوير بغيت نوريكم هذه القطعه، هذه نورمالمون هي ثلاثه القطع. هي ثلاثه القطع فيها هذا الفوقاني هذا كيجي بحال شي فيست ولا كيمونو ولا هانتوما، وفيها هذا بحال شي شيرت هانتوما كيكون مصاصي فوالا كوطون وكيكون شوفوا معنا كيفاش دايره، غير الاشاره دايره فيها قطعه واحده فوالا، وهذا الشيء اللي كتشوفوا معايا بحال كريب. كريب هذا كوطون، هذا كريب ولا جوب. ولا جوب كتجي بحال هكا، شوف حتى هي قطن شتو، وكتجي السميطه والسميطه ديالها تقدري تحيديها تقدري تخليها كيف ما بغيتي. هذا واحد الموديل اللي هو تركي كيجي تبارك الله، راه جات فيها غير قطعه واحده اللي كتكون لاطاي ال 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 تلبس الميديوم وتلبس ال تقدر تلبس حتى الاس شي اس ام ال ماكسيموم، قلت لكم وحيده اللي كاينه. والثمن ديالها كتبقى طقم ب 400 درهم 400 درهم. قبل ما نصور لكم المخاوير بغيت ندير لكم واحد النعت بسيط، ها انتم شوفوا معايا بالنسبه القيصريه كتدخلوا مع الباب 4، ها انتم القيصريه باب الخير كتدخلوا مع المدخل رقم 4 كتجيو نيشان ها انتم المدخل رقم 4 مباشره كتلقاو المحل ديال الرميساء شوب ديال اختي كوثر. ها انتم هنا كتلقاو الرقم ياك 46 اختي كوثر 46 شتو هاي، وهذا المحل ما عندكم فين تلفوا كي قلت لكم كتسد فقط غير يوم الجمعه صباحا، يعني الجمعه في العشيه من مورا الصلاه ديال الجمعه راه كتكون حاله. دابا غادي نوريكم الجديد في المخاوير، شوفوا معايا ليلات واعره 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 في انتظاركم باش غنبداو اختي كوثر. غادي نبداو بالمخاوير اللي هما مخيطين فوالا، واش انت كتخيطيهم ولا لا؟ المخاوير راه هما ديال الامارات، هادو كيجيو من الامارات، غير انا هاد المره كاينين الناس اللي كتبغي تديها مخيطه. تمام هادشي اللي بغيت نسول، جبت ليهم من تما اللي هما مخيطين في لي طاي، ما جبتش منهم كميه كبيره، ولكن المهم حاولت نجيب باش نرضي فوالا، حيت كاين اللي كتقول لك الا جبت الثوب غنعكز عليه كتاخذو كتبغي تاخذو مخيط، لان كيفما عارفين نتوما المخاوير كيجيو غير ثوب كيجيو ثوب بالبيغلاج مفصلين مقادين، كتدي انت عند الخياطه كيلصقها لك غير كيخيطها لك تماما كيجمعها فوالا. نبداو بهذا اللي مخيطين، وكاين معنا الموديل الاول اللي ديال جوهره. ها انتم شوفوا كيفاش كيجي داير بحال الراندا فيها في الجنب، ها انتم شوفوا كيفاش كتجي دايره هنا الخديمه، انا غنقرب لكم باش تبان لكم الخديمه كي دايره. شوفوا الخديمه فوالا، الكميمه تعجبوني كيجيو بحال ستيل 3 كار واحد شويه، ما كيجوش يعني هابطين باش ما كيديرونجيوش السيده. والطول هذه لاطاي اكس ال، دابا فيهم لي طاي، هادو فيهم لي طاي فيهم لي طاي اكس ال، هذه هذيك اكس ال. شوفوا معايا هاد لا كولور هادي وهاد الموديل، هذه بهذا الثوب هذا حريري، هذا حرير فوالا حرير واو يا البنات هذه شحال واعره هذا الثوب هذا، وحتى البيغلاج كيبان لكم الزواقه مختلفه تماما. هانتوما انا غنقرب لكم باش يبان لكم الخدمه كي دايره. شوفوا الخدمه شوفوا حتى لتحت هابطة، هذاك البيغلاج كاين حتى لتحت. دابا هذا كتاخذيه من عند اختي كوثر مخيط مقاد، ولي ميم ديطاي اللي كاينين هنا كاين حتى في ليديدات شفتوا. وشوفوا الثوب راه كيبان لكم الحرير، كتاخذوا الحرير هذا قلنا جوهره تبارك الله عليك، هذا الثوب اللي هو حريري كيجي باللي طاغ بحال هكا. هادو بالنسبه للثمن هادو المخيطين كيبقاو 350 درهم 350 درهم، عرفتي شنو لبس ليهم هذا؟ لبسي ليهم يلا. شوفوا تحمست اليوم عجبني هذا الشيء، بقى معايا نوريه لكم ملبوس. هانتوما البنات شوفوا لبستو لكم هذه طاي صغيره عليا، نورمالمون خاصني انا مازال شويه كبر. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير، شوفوا دابا التنبات راه كتبان لكم الخدمه كي دايره. هانتوما شفتوا وهابطه حتى لتحت، شوفوا معايا حتى الطول، شوف كيف ما قالت لكم اختي كوثر حريري، شوفوا حتى ليديدات كي دايرين، شوفوا ليديدات كيفاش مخدومين، واللون واعر، لون واعر واعر صراحه. شوفوا بالنسبه لهاد الزواقه هذه فيها هاد لا كولور وفيها هاد لا كولور، انتما عطونا الراي ديالكم شوفوا كيفاش جات.
شوفوا شوفوا الخدمه، شوفوا الخدمه كيفاش جات، شفتوا شوفوا كيفاش جات الخدمه. جا خطير، اختاروا ما بين هذا وهذا. نورمالمون السيدات اللي غياخذوا غياخذوا مخيطين ولا 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 بغاتها غير ثوب، بغاتها غير ثوب. انا غادي نوريوه الموديلات اللي كاينين فيهم غير ثوب. هذا الموديل هذا فيه المخيط، فيه المخيط ولي طاي. ولي طاي جايبه فيها انا الال والاكس ال والدوبل اكس ال. انا دابا لابسه شحال؟ دابا الاكس ال. اكس ال اكس ال. دابا نورمالمون خصني ناخذ ثوب. انا بغيت نلبس، انا غير بغيت نقيس لكم هاد الزواقه هذه، ناخذ ثوب اكس ال. حتى واحد انا كتبغي الحاجه تكون عريضه، تكون عريضه شويه. بالنسبه لهادو اللي مخيطين، واش كيختلف الثمن ديالهم على اللي ما مخيطينش؟ كيخت بيان سور كيختلف الثمن ديالهم على اللي مخيطينش. هادو اللي مخيطين كيبقاو 350 درهم، 350. واللي ما مخيطينش غنوريوهم ونوريوهم الاثمنه ديالهم. بقاو معايا، غادي نبداو باول موديل هو هذا. هذا دابا ما مخيطينش، هادو ما مخيطينش، هادو كيكونوا تواب. شحال كيجي فيهم العبار؟ ثوب راه تقريبا واحد 4 متر، 4 متر يعني 3 و 3 و700. لا تبارك الله عليك. شوف شوفوا لا كولور، هادو الالوان الترابيه ومخدومين كيف ما كيبان لكم بالحجيرات هكا. انا غنقرب لكم يعني كيجيو الحجيرات في البيض وفي البوغدو. وكنهضروا على الحرير، هذا حرير، هذا حرير. انا كنجيب غير الحرير. تبارك الله عليك. غير هذا كيكون حرير، هذا حرير مخلوط، كيكون داك الحرير مخلط بالقطن. فهمتك، يعني باش ما كيزمطكش، كيبقى زوين. كيبقى زوين، جوده زوينه. بيان سور على القطن راه زوين، القطن راه ما كيصمد ما والو، ما كيعرق، ما كيخليش. كاين هادو، شوفوا معايا ثاني هذا كيفاش كيجي. داير صراحه حتى هو زوين في هذا لو فيغ. الخدمه راه كتبان لكم ديال بيرلاج مختلفه على الموديل الاول. فوالا العبار كيف ما قالت لكم الاخت كوثر، ما بين 3 و700 حتى 4 متر. كتدي عند الخياط غير كيلاقي لك فقط. عندنا ثاني هاد لا كولور هادي، شوفوا 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 شحال زوينه. هادي فيها بحال البوردو، بحال الغوج بغيك، موف. شوفوا معايا. وبالنسبه للحجيرات كاينين بحال في الزريراق، بحال كيحمقوا كيحمقوا كيحمقوا. لعجبها شي موديل البنات كابتور ديكرون، وترس لها الرقم اللي كيبان لكم على الشاشه. شوفوا معايا ثاني هاد لا كولور وهاد الزواقه مختلفه تماما. شفتوا البيرلاج كيف ما كيبان لكم هنا بلي كولور. شوفوا هنا البيرلاج كيفاش داير. شوفوا 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 ما شاء الله تبارك الله عليك. هادو اللي كنشوفو كلهم غيدوزو بثمن واحد، كلهم غيدوزو بثمن واحد. داكشي علاش حليتهم لك فوق بعضياتهم، باش اللي بغات شي حاجه تسكريني تصيفطها ليا. شوف شوفوا البنات، راه كاينين يعني المخاوير وكاينين، ولكن راه كتختلف الجوده ديال الثوب والجوده ديال لي بان. الحمد لله حنا هادو راه كنعطيوكم عليهم ضمان، هادو راه ما كيطيروش واخا تجريهم بايديك. تبارك الله عليك. الثوب شي حاجه ماشي نتفه ما والو، حريريه. راه كيف قلت لكم راه كاين وكاين، ولكن راه حنا الحمد لله في روميسا شوف كنحرصوا على الجوده مع الثمن. تبارك الله. انا لاحظت الموديلات اللي اختاريتي، عرفتي تبارك الله موديل نسيت الموديل. انا موديل نسيت الموديل، انا اختاريت كل حاجه بوحدها باش كنبغي تبقى المراه متميزه. شوفوا عاشقات اللون الازرق، شوفوا الزرق مع البيض، شوفوا الزواقه. انا غنقربها لكم تاهي باش تشوفوها. شوف شوف شوفوا كي دايره، شوف كتحمق كتحمق كتحمق. شوفوا معايا. وبالنسبه للثمن هادو شحال غادي يدوزوا الثمن ديالو؟ هادو ان شاء الله غادي يدوزوا ب 230 درهم. هادو هادو ب 230 درهم. لاول مره كنسمع هاد الثمن في المخاوير، 230 درهم. واو شوفوا شوفوا هاد الزواقه كي دايره، بغيت نقربها لكم. شوفوا كيفاش كتجي دايره، شوفوا الخدمه. 230 درهم، هانتوما جهه العنق هاي شفتوها، هانتوما تبارك الله عليك. 230 درهم، والعبار كي قلت لكم بريسك 4 متر. نحل لكم واحد هانتوما باش يشوفوا نيت. شوف راه واخا تكون المراه قدش في الغوض، ها غتكون قد هكا. شوف هذا دابا غير العرض، هذا غير العرض، هذا الطول ما شاء الله. شوفوا 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 شحال ديال الثوب تبارك الله ما شاء الله. 4 متر. كاين ديما راه كاين هذيك الزواقه في السن هنايا، وكاين حتى في الكمال الجهه ديال اليديدات. تبارك الله عليك. 230 درهم، هذه برومو برومو شي حاجه. راه البنات اللي بغاو يسكرينيو ليا اللي بغاو ونصيفط لهم، وكاينين حتى شكيلات اخرين غير نرسلو في واحد الكوليكسيون واحده اخرى حتى هما نصيفطهم ليكم. دائما في المخاوير دابا غادي نمشيو. هذا جوهره، هذا جوهره. شوفوا معايا، شوفوا الموديل كي داير، ويبان لكم نيت حتى العرض. شوفوا العرض تبارك الله، شوفوا الخدمه هانتوما كيفاش كتجي دايره. الخدمه كلها هذه اللي كتكون في الصدر، بغيتي ديري فراشه، بغيتي ديري قفيطين. شوفوا واعر صراحه كيجي. ها انتم الخدمه في ليديدات 3 كا، بغيتي ديري لي مونش طوال. هذا اختي راه جوهره وشي حاجه زوينه ديال جوهره تبارك الله، راه البريمير كاليتي ديالها. وتقريبا العبار، العبار راه علينا 4 متر حتى هي بحال الفرا، بحال 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 تقريبا نص العبارات فيهم كاملين. تبارك الله عليك. انا من كثره ما كيقولوا لي جوهره في المخاوير، جوهره في المخاوير، راه جبت لهم ثلاثه ديال الانواع ديال الجوهره واللوان واللوان بدا قبل باش نوريكم بعدا. هذا شوفوا تبارك الله، هذه شحال فيها من لون، فيها الباج، فيها الباج، فيها الخضر، اخضر ملكي، فيها القهوي ماغون، قهوي الاحمر، الاحمر غوز بيبي، غوز بيبي دبل الغزال تبارك الله عليك، كرونه بوردو، كرونه
بحال البيج فوالا بلون العريسات تبارك الله عليك. شوفوا معايا والميتراج الكبير وبالنسبه للثمن واش راه تبقى الثمن اختي المتتبعين ديال اختي منى غادي يبقى ب 400 درهم 400 درهم جوهره شي حاجه واو. مي هذا خصك تجيب لي هذا هذاك خطير حيت واحد الخدمه مختلفه عاوتاني. شوفوا معايا الخدمه كي دايره شوفوا الخدمه كي دايره شوفوا الخدمه شوف دابا هذا بحال بيغلاج بحال موزونه داير شفتوا شوف شوفوا درجات الالوان ديما الغبي كيكون في الكمام تماما هذا كاين فيه هذاك اللون واش هذا جوهره حتى هو جوهره جوهره شكل جوهرة اخر ديال الريشه ريشه هانتي شوف شوف كي داير شوف اختي راه حرير هانتي حرير يا جوهره راه اخر ما كاين في الجوهره هاد وهاي كاين في الغوز وكاين حتى في الليموني هانتوما شوف كاين هذا الموديل حتى هو ديال الجوهره هذا ما يمكنش كيفاش داير انا نقرب لكم شوفوا معايا الخدمه كي دايره ديال البيغلاج الصدر شوفوا 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 الخدمه كي دايره دائما كنهضروا على بريسك 4 متر 4 متر وفيه الغوز الغوز وفيه حتى هذا بحال الصمو بحال الليمون تبارك الله عليك المهم انا اللي بغات شي حاجه نصيفط ليه ونعاود نصيفط لها التصاورات باش تزيد تختار تبارك الله عليك. والثمن هادو شحال غيبقاو حتى هما بحالهم بحال هادو 400 400 قبل ما ندوز لكم الثليجه بغيت نوريكم شوفوا معايا هاد الفيغ هانتوما هادي ديال 400 درهم عقلوا عليها جوهره ديال الريشه هذا غندوز لكم دابا المخاوير هادو ثليجه هادي ثليجه شوفوا معايا كيفاش كتجي دايره نحلوا لهم هاد الفيغ هذا ولا هذا حتى هذاك مزيان باش يبان لهم لو ديتاي هاد الثليجه راه معروفه الثليجه راه عارفين العيالات راه كتجي شويه شفافه يعني كتحتاج ضروري شي بازيك لتحت ولكن الثليجه راه شي حاجه هنا شوفوا كي دايره شوفوا الخدمه كي دايره غنقرب لكم كيف قلت لكم ديما راه البروميير كاليتي ديال كل حاجه شوفوا شوفوا الخدمه من هنا يعني كتدي عند الخياط هي مقاده مصوبه غير كيلاقيها فقط ودائما العبار نفسه نفس العبار يعني العرض راه كتلبس يعني في العرض ممكن يعني تلبس حتى الاربعه ولا الخمسه اكس ال تبارك الله عليك والطول اللي بغيتي الطول اللي بغيتي راه كتجي رتوب هذا راه كوبو يعني كتديه في اي طول غيجي تبارك الله عليك الخياط كيقطعوا لك على لاطاي ديالك وديما الغابيل ديال الكميمات تبارك الله عليك هذا لون هادو لون واعر واعر باش نوريهم واحد 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 لو ديتاي من هنا شوفوا كي دايره الخدمه من هنا كيجي بحال هنايا تماما شفتوا غزاله صراحه وبالنسبه لي كولور جايين فيه بري نوار بري نوار وفيه هذا الغوز الغوز فيه هذا البلو بالغوز فوالا الجو او الخضر الخضر داير بحال بيستاش البلو ماري والبلو ماري تبارك الله عليك والثمن ديال هذا الفن كيبقاو بحالهم بحال جوهره ب 400 درهم 400 درهم اللي بغات شي موديل اولا شي لون كابتور ديكرون باش كتسهلوا على اختي كوثر وترسلوا على الرقم اللي كتبان لكم علاش حنا باقيين في المخاوير شوفوا ثاني هذا لو موديل غير اشاره هذا قالت لي اختي كوثر كيجي بلو شال ديالو ها هو كيجي بلو شال ديالو حنا غادي نحلوا لكم الصفحه تبارك الله هذا اختي منى راه وحده ما كتشبه الاخرى زواقات مختلفين زواقات مختلفين يعني اللي بغات شي حاجه تكريني وتصيفط ليا وراه كاين فيها بزاف ديال الوان شوفوا 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 ثاني هذا اللون هذا شوفوا هذه الزواقه بلو مارين هذا مع البيض والزرق لا كولور مغطادل مع الزرق وكل حاجه كيف ما قلت لكم بلو شال ديالها شوفوا معايا هاد لو موديل هذا شوفوا لا كولور كتبان لكم لون ترابي بحال الكاكي ها نتوما شوفوا انا غادي نبعد باش يبان لكم كامل شوفوا معايا شوف العرض ها نتوما شوفوا الخدمه كي دايره وها الخدمه ديال اليدين تبارك الله عليك واللي عجبني ان لو شال ديغرادي بالغابي ديالو هانتوما فيه الغابي شتو وحرير تبارك الله عليك هانتوما شوفوا كيفاش كيجي داير شوفوا اختي منى راه مخدوم تبارك الله مزيان ماشي زعما شي حاجه ملصقه ولا هانتي شتي الخدمه ديالو كيفاش دايره خدمه زوينه وحريري تبارك الله عليك وبالنسبه للعبر بحالهم كلهم البنات 3 متر و700 حتى 4 متر وبالنسبه للثمن ديال هذا اللي كيجي بالشال ديالو هادو كيديروا 400 درهم توتو ما كتصو كتصو نسحب انا غيكونوا حيت فيهم الشر غيكونوا غلا وانا اليوم غادي نقص لكم على قالت لي اليوم صافي دابا ملي تدوي منى انا غادي نقص الله يحفظك 380 درهم فين هما المخاوير بالشيل هادو تبارك الله عليك 380 البنات اش بغيتوا مازال انتما غير غتديو شي حاجه الطوب هذا موديل اخر موديل اخر بالشل بالشال تاع هو واو ها انتما شوفوا 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 الشال بلاتي بلاتي خصني هذا شوفوا 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 الشال شوف الشال ديال الزواقه ديال الشال هذا الاخر ممكن تقلبيه حتى هو هذا اليميني ها نتوما الشال ديالو كيجي في لو بيج وفيه الغابيل ديال الحجيرات اللي كاين في المحور تبارك الله عليك شوفوا اللوينات راه المخاوير راه كاينين ولكن راه حنا كنهضروا على الجوده هذا تبارك الله حرير وحرير 100% وهادو هادو الكارانتي عليهم راه ما كيطيروا ما حتى شي حاجه يعني الكارانتي انا اللي عجبني لون ما يشبه اللون لا لون ما يشبه ها نتوما الموف مفتوح الموف مغلوق الغوز الاورانج شوفوا معايا لا كولور توركواز كي دايره
شوفوا معايا ثاني الزرق بالموف، شوفوا معايا اللون ترابي كاكي، عندنا الفيغ او بالخضر، عندنا ثاني فيغ كانغ بالخضر خطير غري. هذا واعر بحال هذا، ها نتوما شوف هذا، شوفوا معايا البوردو وريه من هذا من الغزال فوالا، شوفوا معايا الشال ديالو الله عليك، هذا الموديل هذا ياك 380 380 درهم. شوفوا معايا الفيغ بيستاش كي داير، شوف شوفوا معايا هاد لا كولور بلي شال ديالهم 380 درهم، العبار 3 متر ونص حتى 4 متر، فريمون طوب البنات غير كتلاقيو عند الخيار. المخاوير دائما كاين حتى هاد لو موديل، شوفوا معايا في الزواقه كيفاش داير، شوف شوفوا الزواقه شوف، وبلو شال ديالو دائما ديغرادي تبارك الله عليك، نفس العبار وبالنسبه للشكيلات كاين هاد لو موديل وكاين هذا، يعني مختلفين غير في الزواقه ديال الصدر، نفس الثوب نفس الثوب، غير هذا زواقه وهذا زواقه تبارك الله عليك. وعاده اللون هادو كيديروا 400 درهم 400 ها، كاين حتى في الغوص، شوفوا هذا غوص صومون، شوفوا معايا الخدمه تبارك الله عليك. وهادو اللي بقاو عندي فيهم ثلاثه، هادو كانوا كيديروا 500 درهم دابا، هادو اللي شفنا 400 400 وهادو هادو كانوا كيديروا 500 درهم، ان شاء الله اليوم غادي نحسبهم لكم غير 430 درهم 430 درهم وللاشاره بالشال حتى هما هانتوما. انا كنقرب لكم باش تشوفوا معايا التيسيو كيفاش داير، وشوفوا معايا البيرلاج كيفاش كيجي داير تبارك الله، نفس العبار غير هما متوفرين بجوج الالوان، كاين هاد لا كولور هادي هانتوما الشال ديالها، وكاين هاد لا كولور هادي بيج بيج اورانج، والشال ديالها دايرينو فهاد اللون ترابي شفتوا تبارك الله عليك. 430 درهم. كاين اختي اللي كيبغي السامبل، كاين اللي ما كتبغيش ديك الزواقه كثيره، جبت لكم هادو سامبل كترضي جميع الادوار شوف فوالا. الخدمه كلها كاينه في الصدر، بقاو فيهم غير ثلاثه ديال لي كولور، شوف بنوريهم بحال هكا، داك المخرق اللي قلتي لي قبيله كيجي بحال هكا مخرم كيقولوا لي مخرم فوالا، وفيه ثلاثه الالوان، عندنا لا كولور مغطاديل، عندنا لو موف، وعندنا الاحمر احمر فوالا روج. هادو اختي منى كيبقاو 300 درهم 300 درهم، واش كيجيو بلي شال ديالهم؟ لا هادو بلاشال بلاشال 300 درهم، ولكن نفس العبار نفس العبار. بالنسبه للجوهره قبيله نسينا هاد اللون هذا، كاين حتى هاد الصفيفر هذا اللي عرفتي على اللون كيدير واعر، شوفي لون شاعل فريمون شاعل. هادي نعاودو نذكرو جوهره الثمن ديالها قلنا، هاد الجوهره الثمن ديالها قلنا 400 درهم 400 درهم. وهادو حتى هما شوفوا معايا هكا، شوفوا مخاوير دائما بلي شال ديالهم 380 وكاين هذا، هذا تاو بلو شال بلو شال ديالو ها هو شحال 380 وكاين هذا اللي مخيط، شوفوا دابا راه كيبان لك، وشوفوا ملي كيتخيط كيفاش كيجي بحال القميص بحال القميص ديالنا. هذا اللي مخيط كيمشي ب 420 درهم 420، واش كيجي بلو شال ولا بلاش؟ بلو شال ديالو ها انتم، ها لو شال كيفاش كيجي ديالو، شفتوا تبارك الله عليك. هذا راه كيلبس الاكس ال اكس ال اس ام ال تا الاكس ال حيت هو كيبغي يجي مفخفخ شويه. ورجعوا هنايا رجعوا في اللي ما مخيطينش، هذا راه خو داك الموف الموفي اللي صورنا قبيله، شوفوا معايا كيفاش كيجي داير ها انتوما، شوفوا ها لو موف ها البلو قلبيهم باش يشوفوا لي شال كيجيو بلي شال ديالهم. شحال كيبقاو؟ 380 درهم 380 درهم اها. وكاين هذا تبارك الله حتى هو كيجي واعر، هذا يعني الصدر كيف ما تنقولوا حنا كيجي تبارك الله عامر لا كولور، شوفوا معايا غوز مع الغوز بيبي موف والصفيفر وحتى هو بلو شال ديالو كيبقاو 380 درهم 380 ديال لا فيديو ديالنا. بغيت نوريكم كلكو زاكسيسوار اللي كيكونوا متوفرين عندنا في المحل. اول حاجه بغيت نوريكم هاد لي غون هادو، هادو قلتي لي تاتش يعني كيخدموا في التليفون التليفون كيخدموا في التليفون، وهادو راه قطن وبالنسبه لهادو راه غارانتي يعني ما كيتقطعوا لك ما حتى شي حاجه. وقلتي لي فيهم الطوال والقصار، فيهم الطوال والقصار، فيها هادي اللي طاي قصيره وفيها اللي كتجي طويله اللي كتبغي مازال يعني تجي طويله كتجي طويله اكثر. كاين فيهم غير الكحل حاليا غير الكحل، حيت ديك المره فاجيت عندك كانوا عندك الوينات ما بقاوش. وشحال الثمن هادو كيبقاو؟ هادو كيبقاو ب 30 درهم. بالنسبه للمسك الطهاره بقاو عندي غير المسك الاسود اللي تبارك الله كيجي زوين، فيه المسك الطهاره وفيه الصابونه وفيه مخماريه وفيه بودره، هذا باك الاصلي، هذا كيدير نورمالمون 200 درهم، غادي نحسبوه ان شاء الله اليوم ب 150 درهم 150 وعاد كاين وكاين في هذا ديال مسك الطهاره ديال الخزامه الخزامه ان شاء الله راه غادي نجيب فيه، راه كانت قاداو ليا من وراء الفيديو اللي فات فغادي نجيبو فيه ان شاء الله. المهم بغي باش تعرفوا ان هذا الشيء تيكون متوفر عندها في المحل ان شاء الله، عندها لي بوني نينجا واللي عجبني اكثر عندها الطباقيات الطباقيات قطن قطن 100%. شوفوا كيجيو شي حاجه زوينه تبارك الله، كيجيو بالصديفات
بحال هكا كيتسدوا، يعني راه البنات عارفين كتجي بحال هاد التصويره. اه فوالا سامبل، كتجي سامبل وشاده هكا العنق ما كتبقاش تزلق، كتجي قطن. هادو راه كيتلبسوا بوحدهم وراه باردين البنات، يعني ما كيزمطوك ما والو، كيشدوا لك. راه البنات راهم عارفين كيف قلت لكم، راه كيجيو بحال هكا. واللوينات اللي متوفرين حاليا بقاو عندي غير البلو مارين والمارون، ولكن راه غتكون فيها غدخلوا واحد السلعه ان شاء الله غادي يكونوا فيها جميع الالوان. تبارك الله. قبل ما نختم بغيت نوريكم، ها هي لا كارت فيزيت بلاتي غنزومي عليها باش يبان لكم. ها انتم الروميساء شفتوا فوالا كيف ما كيبان لكم، هذه هي كي النمره فين تواصلوا معها. هادو هما النمر ديالي ديال الواتساب، وهذه لي ريزو سوسيو كاملين فوالا، يعني عندها في تيك توك، عندها في الانستغرام، القناه ديال اليوتيوب حتى هي الروميساء شوب، وغنحاول نخلي لكم حتى في صندوق الوصف وعلى التعاليق راه كتحط فيها كل جديد. وبالنسبه للعنوان سيدي معروف كيف ما كيبان لكم، قيصريه باب الخير، رقم المحل 46 مدينه الدار البيضاء، كتسدوا فقط غير يوم جمعه صباحا. صباح تبارك الله. وفي نهايه لا فيديو كنبغي نشكر الاخت كوثر بزاف بزاف، تبارك الله عليك على هاد لا فيديو. حاولتي تبارك الله في هذا الفيديو توريو من كل فن طرب، يعني مثلا القطعه جوج القطع ثلاثه القطع اللي كتبغي لباس شرعي 100%، اللي كتبغي لباس مستور، اللي كتبغي عبايه ستيل غوب، كلشي كاين متوفر. داكشي اللي كاين اختي، وكونوا على يقين انني كنقرا كاع لي كومونتير ديالكم، وكنحاول نرضي جميع الاذواق، كنحاول نجيب العبايات الخليجيين، نجيب عبايات موديرن، نجيب العبايات اللي كيتلبسوا في الخدمه ديال الكبار ديال لي جون ديال الصغار، ونجيب لي طايب من الصغير حتى الكبير، كنحاولوا نرضيوكم. وان شاء الله نتمنوا يعجبكم هذا الشيء، وما تنساوش البارطاج والجيم ولي كومونتير. تبارك الله عليك، الله يكبر بك. الرقم ديالها غيبان لكم على الشاشه، لاباج انستغرام والقناه ديالها، ان شاء الله فين ما كتدخل سلعه جديده غتحاول تصور لكم هكا موديل ولا جوج، باش ما يجيكمش الفيديو طويل، كل مره تلوح لكم فيديو اولا جوج باش تكونوا اجور، تعرفوا اش كاين في المحل. تبارك الله عليك. يلا البنات شكرا لكم على حسن المتابعه، كنتمنى مره اخرى ان الفيديو تكون عجبتكم، الا عجبتكم كيف ما قالت الاخت كوثر ما تبخلوش علينا بلا جيم والبارطاج. غنقول لكم بالسلامه، نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. بالنسبه للناس ديال محل الروميساء شوب كيف ما قلت لكم اللي كاين في قيصريه باب الخير، هنا البنات عطات لي اللقطه اللي صورت لكم فيها، قال غير الاميرات وقال غير بانوراما، يعني سيدي معروف قال غير الاميرات قال غير بانوراما، كتفوتوهم يعني كتبقاو غاديين غير طول كيف ما كيبان لكم. حنا باقيين في سيدي معروف، هانتوما كاين ماكدو، كاين كاين بريكوما، غتشوفوا هادشي كلشي على اليمين، كتبقاو غاديين غير طول شتو، غير طول طول طول، حتى كتلقاو قيصريه باب الخير على يدكم اليسر كيف ما كيبان لكم، راه هي كتجي على الشارع فوالا، كتبقاو غاديين غير طول، هي هذه مباشره، ها هي المركز التجاري باب الخير. نتوما ملي غتبغيو تدخلوا غتدخلوا من مدخل رقم 4، راه كاين حدا مدخل رقم 5 اللي شديت لكم انا دابا، شفتوا يعني سيدي معروف مدينه الدار البيضاء، كتفوتوا قال غير الاميرات قال غير بانوراما، فين كنصور لكم عند الاخ حماده بيجامه، يعني كتبقاو غاديين غير طول حتى كتلقاو قيصريات باب الخير، كتلقاوها على يدكم اليسر، كتدخلوا على المدخل رقم 4 كيف ما كيبان لكم مباشره، هو هذا المحل رجاء في الدخله ديال القيصريه، يعني ما عندكم فين تلفوا، رقم المحل 46 كيسدوا فقط غير يوم الجمعه صباحا.